ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أنتم لها عاكفون التي أنتم لها عاكفون أنتم لها عاكفون التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين آباءنا لها عابدين آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين وآباؤكم في ضلال مبين وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين 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 أم أنت من اللاعبين أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 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 إليه يرجعون لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا إنه لمن الظالمين بآلهتنا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم بآلهتنا بآلهتنا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا 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 يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين
قوم سوء فاسقين قوم سوء فاسقين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين قوم سوء فأغرقناهم أجمعين قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين